هل تخطي المساجد طلبا لإمام حسن الصوت في رمضان جائز أم لا؟ جائز، ولكن كونك تصلي في المسجد القريب من بيتك هذا أحسن، لأجل تعمر المسجد القريب من بيتك، تعمره بالصلاة، وأيضا ما يكون عند الإمام نحوك شيء من الحرج إذا تجنبت المسجد، يخشى أن الإمام يسيء بك الظن أنك ما تريده أو ما تحبه أو لك عليه ملاحظة، يصير عند الإمام شيء من التساؤلات، فأحسن أنك تصلي في البيت في المسجد القريب من بيتك، هذا هو الأحسن. وإذا ذهبت إلى مسجد آخر فيجوز هذا. نعم.